معانا على التليفون عضو مجلس اداره نادي الزمالك الاستاذ احمد مرتضى منصور. استاذ احمد، ازي حضرتك؟ كابتن خالد، ازيك يا كابتن؟ بنقول لك امبارح هارد لك. الله يخليك، مش مشكله يعني، ماتش يعني، هي كوره كده يعني، بس الواحد مش الواحد يعني مش مدي الموضوع اكبر من حجم ماتش وخلاص. يعني برضو هو طبعا كره فيها كسبان وخسران وكلام ده منطقي، بس هو الناس زعلانه لان الزمالك بيلعب قدام 10 في الشوط الثاني، عنده لعيبه مميزه يعني يخش فيه جونين، ويعني الناس بتقعد تدور على السلبيات اللي ممكن سببها النتيجه دي. يعني بص يا كابتن، احنا لو كلنا قعدنا نتكلم في السلبيات الفرقه هتفضل سلبيه. المفروض في مدير فني وجهاز فني هما اللي هيشوفوا السلبيات ايه ويصلحوها. فاحنا واثقين خلاص في الجهاز الفني وجهاز المعاون واللعيبه بتاعتنا، ودي كوره يعني. في ماتش كده وفي ماتش يعني، احنا السنه اللي فاتت كنا المفروض الطبيعي ما كناش ناخد دوري طبقا للسنه اللي قبليها، وخدنا الدوري. فهنسيب الفرقه تشتغل، دي كوره. عندنا بطوله الدوري، عندنا من احنا بننافس على 5 بطولات. مش ممكن عشان ماتش هنوقع الدنيا. ده اللي بيحصل في الزمالك بصراحه. يعني السنه اللي فاتت يا كابتن كان الفرقه المنافسه بعيده عننا ب 11 نقطه، وكان الاعلام يقول لسه في امل. صح. النهارده الزمالك فرق ماتشين، مفيش امل. الدوري راح. لا، احنا المطلوب دلوقتي كاداره ان احنا نسند لعيبتنا ونسند الجهاز الفني، وكل واحد يشوف دوره في المنظومه، وان شاء الله ربنا هيكرمنا. ما كرمناش في الماتش ده هيكرمنا في اللي بعده، ما كرمناش في البطوله دي هيكرمنا في بطوله ثانيه. لكن مش ممكن نهدم الكيان كله عشان ماتش. طيب استاذ احمد، بمنتهى الصراحه، بتشوف ان البعض بقى يفرح في الزمالك عشان خاطر رئيس الزمالك؟ يعني في ناس بقت في عداوات مع رئيس نادي الزمالك، فبالتالي البعض بقى بيفرح لهزيمه الزمالك، لدرجه ان لما الزمالك بيتغلب ال 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 الصور كلها على رئيس نادي الزمالك، او يعني انت فاهم قصدي؟ اللي هي ده للاسف. يعني انا لسه امبارح قايل تعليق لحد على الفيسبوك، قال لك احنا بنخسر دوري بقالنا 10 سنين. الملحوظه الجديده ان لما الزمالك بيخسر دلوقتي في زملكاويه بيفرح بدون ذكر اسامي، يعني ناس معروفه يعني. اكيد، ما انا بتكلم عن ناس معروفه. وبقولها لي ورا الهوا، انا مش عارف، بس يعني ناس معروفه يعني بتبقى فرحانه الزمالك بيتغلب. طبعا طبعا طبعا. فانا بقول بس يا كابتن خالد، هي دي بس الملحوظه الوحيده لكافه الزملكاويه او اللي بينتموا لنادي الزمالك، واكيد انا بتكلم على ناس مشهوره. تعالوا نختلف، تعالوا ما نوقعش نادي الزمالك. تعالوا نختلف بس نتجمع على نادي الزمالك. يعني المطلوب اهو، انا على لساني وانا عضو مجلس اداره بقول انا عايز اشوف الناس الزملكاويه المختلفين مع مرتضى، زي كابتن فاروق جعفر. يعني كابتن فاروق جعفر اختلف مع مرتضى، لكن جه التدريب وقف في التدريب، وكان اول يوم للجهاز الفني وجه ودعم نادي الزمالك. هو ده المطلوب. فالمطلوب ان كل الزملكاويه حتى اللي مختلف مع الاستاذ مرتضى خلاص. اصل ما فيش حد هيتفق عليه الجميع. اكيد الاستاذ مرتضى ليه اخطاء، اكيد ليا انا اخطاء، اكيد لحضرتك ليك اخطاء، لكن ما ننساش ان مرتضى منصور قدر في سنه ونص، في سنه واحده يرجع نادي الزمالك في كل الالعاب، يرجع نادي الزمالك على الساحه كل حاجه. فالمطلوب من الزملكاويه ان هم يساندوا نادي الزمالك، ما يساندوش اشخاص. مرتضى منصور مش شخص، مرتضى منصور هو رئيس نادي الزمالك. شئنا ام ابينا هو قاعد سنتين كمان، فاضل له سنتين. في الدوره الجايه انت شايف ان انت مختلف مع مرتضى منصور؟ دي طبعا رساله لبعض اعضاء مجلس الاداره السابقين وبعض المدربين اللي في نادي الزمالك وبعض اللي بينتموا لنادي الزمالك. لا، انا بساند مرتضى منصور، لان مرتضى منصور شئنا ما بين هو نادي الزمالك الان، هو مجلس اداره. والحمد لله ربنا وفقهم وخلوا نادي الزمالك هو النادي الاول في مصر حتى الان. نادي الزمالك هو البطل لغايه دلوقتي. حين تنتهي البطوله يبقى في الحاله دي حاجه ثانيه. ولسه في امل في الدوري ده كابتن خالد، ده ماتشين.
لا ما هو ما فيش كلام ان في امل في الدوري، بس هو الجمهور الزمالك مش مطمئن بسبب مستوى اللعيبه في الماتشات الاخيره. يعني انت عارف ان جمهور نادي الزمالك القصه بالنسبه له هو لو لا حاسس ان مستوى اللعيبه كويس فمش هيبقى قلقان حتى لو اتغلب، يعني فاهم؟ يعني هو حتى ماتش النجم الساحلي الزمالك كان بيلعب 10 وكسب النجم 3 وخرج من البطوله، بس الناس كانت فرحانه. دلوقتي هو بيلعب قدام فريق 10 واتغلب 3، يعني هي دي هو ده الخوف. انا بطمن الناس على الفرقه 100 100، والفرقه ما فيهاش فيها اخطاء عادي، اخطاء. ما المدير الفني انا جايبه ليه؟ يصلح الاخطاء. النهارده محمد ابراهيم ما بيلعبش، بكره هيلعب. حمودي ما بيلعبش، بكره يلعب. مصطفى فتحي ما بيلعبش، بكره يلعب. كهربا النهارده بيلعب، بكره ما يلعبش. الفرقه المطلوب ان انا يبقى عندي 11 واحد في الملعب كلهم يصارعوا نفسهم ويتنافسوا ان مين اللي يلعب. لكن مش ممكن ان انا لعيب يقعد فالدنيا تتقلب. لا ده المدير الفني هو اللي يلعب اللي هو عايزه. هل انت سمعت يا كابتن احمد او استاذ احمد مرتضى عن قعده المدرب مع اللعيبه النهارده؟ لا. يعني ما هل 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 محتاج النادي الزمالك او لعيبته محتاجه ان يتقفل عليها؟ انت فاكر انت مصطفى العماري عمل مشكله لما انا جيت والراجل مانع مصطفى العماري، وبعد كده انا ما رضيتش اروح تاني على اساس ان فيريرا مانع اي حد حتى عضو مجلس اداره ان هو يخش الملعب، فاكر الوقت ده؟ يعني هو ما عملش مع مصطفى بس، هو مره عملها مع مصطفى ومره عملها معايا. دي كانت وجهه نظري. الراجل كان ماتش كان ماتشات في افريقيا. الراجل كان ما بيعملهاش مع مصطفى بس، يعني عملها معايا. صحيح صحيح. مصطفى امتثل وطلع من الملعب يعني ما ولا مصطفى ولا انا بزعل من النظام عادي. الراجل ده دي فنيه وجهه نظر كده هتعملها. احنا بنخش ملعب على استحياء. يعني انت يا استاذ احمد بتعد ان المكلش هو المسؤول الاول والاخير، لن يتدخل احد في موضوع الفتره اللي جايه مع الفرقه، وان الراجل يشتغل يكسب يخسر هي دي كره القدم، بس اهم حاجه ان هم يكون مقفول عليهم الفتره اللي جايه. طبعا. وانا برضو بدأوا الاعلام معلش ان هو يستحمل ان مثلا لو تدريب من غير اعلام، تدريب من غير كاميرات، برضو كل ده نستحمله يعني. تمام تمام تمام. بشكرك الاستاذ احمد مرتضى منصور عضو مجلس اداره نادي الزمالك معانا على التليفون.